سيدة أم عمر. أيوة السلام عليكم. اتفضلي حضرتك. أيوة ازي حضرتك يا شيخ، بارك الله فيك. فضل ونعم الحمد لله، وبارك الله فيك أيضا. اتفضلي. الله يكرمك. دلوقتي فضلت الشيخ، أنا وجوزي على طول في مشاكل، طيب ودايما دايما يبقى مشاكلنا قدام الأولاد، وأفضل أقول له بلاش قدام الأولاد، بلاش قدام الأولاد. أولاد سنهم قد إيه؟ بنتي الكبيرة عندها 5 سنين بس فاهمة كل حاجة، والتانية عندها 4 وعمر عنده 2.5. طيب دلوقتي بنتي الكبيرة بقى لها أكتر من 10 أيام ولا أسبوعين أهوت، كل شوية تقول لي بابا ده وحش، لأن هو مصمم بيبقى عايز يضربني دايما قدامهم. بابا إيه؟ بيضربني دايما قدامهم، أي مشكلة تحصل ما بيننا يمسكني يضربني. فبتقول لك بابا ده وحش؟ اه تقول لي بابا ده وحش، بابا دايما بيضربك. اقول لها لا يا رتال، بابا حلو. تقول لي لا بابا وحش. طيب اقول لها لا، دلوقتي كل ما تشوفه تجري تستخبى. طيب مش عايزه تتكلم معاه. طب فين سؤال حضرتك يا حاجه ام عمر؟ السؤال دلوقتي انا مش عارفه اعمل معاها ايه، وفي نفس الوقت انا ما عدتش عارفه اتصرف معاها ازاي. طيب سؤالي، ان انا كل سؤالي انت واضح ان انتوا متجوزين من 6 سنين 7 سنين كده ولا حاجه؟ ايوه انا بقالي 6 سنين ونص. طب بسال حضرتك يا حاجه، استاذه محمد او استاذه ام عمر، هو كان كده ولا اتغير؟ لا هو اتغير من بعد الجواز بسبب مشاكل كتير ما بيني وما بين والدته وما بين اخواته، المشاكل اللي هي الطبيعيه اللي بتبقى في البيت العيله يعني. طيب خلينا اقول لك بقى حضرتك ايه اللي حاصل. لو بتساليني انا اعمل ايه؟ عندك سؤال غير السؤال اللي انت سالته لي يا حاج ام عمر استاذ ام عمر؟ انا دلوقتي عايزه اعرف انا اعمل ايه معاه اخليه يمنع، يعني يضرب، ما يحاولش ياذيني قدام البيت، لان البيت سنه صغير بس ما شاء الله كل حاجه. هقول لحضرتك ام عمر، بس انا عايز اقول لك حاجه مهمه جدا جدا جدا. انت طبعا ما قلتليش، لكن انت ما زلت حتى الناس حتى الان اهلك هم الاقرب اليك، حتى ولو كان ده في فهم زوجك، فهو حاسس ان هما الاولى والاقرب اليكي، لان انت بسبب تعامله العنيف معاكي انت مش قادره تنقلي امانك ليه، فانت مش حاسه معاه بالامان، فهو حاسس ان هو مش زي ما يكون كده مش راجلك، فبيحاول يخضعك بالعنف. ده مش تبرير للعنف، العنف عندنا كبيره وجريمه. العنف الضرب ده حرام، لا يجوز ليك يا سيدة أبو عمر أن أنت تضرب زوجتك الضرب ده، وخاصة بعد تأثيره النفسي على أولادك، فبقى الإثم إثمين، لأن ونكتب ما قدموا وآثارهم، فاللي أنت بتعمل كده ده كمان تأثيره مكتوب عليك، تأثيره في نفس الأولاد، وده اللي احنا كنا بنقوله في الحلقة. فلازم أنت تتقي الله سبحانه وتعالى في أولادك، ولازم تبطل ده. أنت بتقولي لي أعمل إيه؟ انت شويه محتاجه تخلي زوج حضرتك يحس بانتمائك ليه، هو مش حاسس بانتمائك ليكي. انت محتاجه شويه تقعدي معاه وتحسسيه ان انت بتحبيه، لان هذا العنف جاي من ان هو بيحاول يحسسك بوجوده، يحسسك بدوره في البيت، يحسسك ان هو مش انت، هم اهم عندك مني، طب روحي لهم بس بطريقته العنيفة. فأنا رأيي إن أنت محتاجة تقعدي معاه وتسمعيه الكلمتين اللي بقوله لك دي، وتقعدي معاه وتكلميه على بشكل واضح، تكلميه على إنه زوجك حبيبك مش عدوك. أنا عارف إن العنف بيأذي جدا الست ويخليها تتعامل مع الشخص اللي يتعامل معاه بالضرب وبالعنف على إنه عدوها، لأنه هو كسرها. لكن إحنا دلوقتي قدامنا بيت عايزين نحل مشكلته. فأنا شايف أول حاجة تقعدوا مع بعض وتقولي له على فكرة أنت حبيبي وزوجي مش عدوي، فتعال نفكر إحنا إيه اللي وصلنا لده، ودي أول قعدة لازم تقعدوها مع بعض. الأمر الثاني، أرجوكي خليك أنت حريصة على أنه لو كان بيمارس العنف ده قدام الأولاد، أنت خليكي حريصة أن ده ما يحصلش قدام الأولاد بأي سبب من الأسباب، حتى لو كان هو عايز يعمل كده. طيب الحاجة الثالثة والمهمة، ان انت اخرجوا انتوا كلكم، انت والاولاد معاه، لان مش ممكن يكون هو طول الوقت بيضرب. احنا عايزين نقرب من بعض، لما تخرجوا انتوا والاولاد تغيروا البيئه اللي حصل فيها العنف. فلما تخرجوا مع بعض وتخرجوا مع بعض فتضحكوا وتجروا وتعيشوا مع بعض،
البيئة دي هتتغير. ففي ثلاث حاجات قلتها لحضرتك. طبعا حضرتك هتقولي لي انا كنت منتظر ان انت تقولي سيبيه. لا مش هقولك سيبيه، لانه في الاخر خالص اللي بيعمله ده معصية وكبيرة، بس انت كمان لو انك انت شايفة ان حياتك ما تقدرش ما كنتيش سألتيني. انت سألتيني نعمل ايه، فبقولك تعملي الثلاث حاجات دول. هو محتاج يحس ان هو اولوية عندك قبل اهلك، وده شيء مهم جدا لازم تعمليه. ما بقولكيش ما تبريش والدك ووالدتك لو كانوا عايشين، لكن بقولك حسسي جوزك ان هو اولوية عندك. هتلاقي كل العنف اللي عنده ده نزل. الامر التاني ببساطة خالص اقعدي معاه وكلميه. تالت حاجة اخرجوا وغيروا بيئة البيت دوت المكتومة المليانة عنف ومليانة غبار ضيق وعداوة. التلات حاجات دول بقولك اعمليهم ونشوف بعد كده ايه انها تكون النتيجة، وان شاء الله يكون كل خير، وربنا سبحانه وتعالى يقدم منكم ويجعل كل خير ويصلح ذات البين بينكم ان شاء الله، ويجعلكم في احسن حال يا رب العالمين.